صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أحلاك ذكرا في القلوب وأعذبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أزكاك في الرسل الكرام وأطيبا. سيداتي وسادتي، كل عام وأنتم بخير. الليلة المحمدية، هذه الليلة التي نعيشها الآن، تشملنا فيها نفحات صاحب الذكرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بناء النبوة، طهر وعقل وقوة. الناس في خافقيه محبة وأخوة، والبر في راحتيه عزيمة وفتوة، والخير في ناظريه حقيقة مجلوة، والحق في مسمعيه ترنيمة محدوة، والله نور تجلى أعده للنبوة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.